احمد عبد العاطي من مكتب الرئاسه اتصل بسيادتك كذا مره. خير؟ بيقول ان الرئيس مهتم يحضر التزامات الجيش في الفتره الجايه. عايزين يصلحوا اللي عملوه. تقصد سيادتك اللي حصل في احتفالات النصر؟ اكيد وصل لهم غضب الجيش ده، غير الغضب الشعب كمان. هما فاكرين لما هيحضر مناوره ولا حفل تخرج الناس هتنسى اللي حصل؟ بس انا عايزه يحضر. عباس، وجه دعوه من وزاره الدفاع لرئيس الجمهوريه علشان يحضر تفتيش حرب الفرقه السادسه في الاسماعيليه. تمام يا فندم. السيد رئيس الجمهوريه، انما تشهده اليوم هو تأكيد لما أعلناه مرارا بأننا درع وسيف لبلادنا. الفرقة السادسة المدرعة عدا اللواء 25 مدرع، مدعمة بعناصر دفاع جوي جيش مصطفى على 3 أضلاع. أنا سمعت إنك أنت والبشمهندس خالد الشاطر قابلته الأسبوع اللي فات واتكلمته في حاجات كتيرة. ده جيش مصر يا فندم، جزء من جيش مصر، جيش الشعب، وجيشك طول ما حضرتك مع الشعب كله، وطول الشعب ما هو معاك الجيش ده عمره ما هيبقى ضدك. تقصد ايه يا سيادة الفريق؟ ده رد يا فندم على كل اللي حصل الأسبوع اللي فات، وعلى زيارة البشمهندس خيرت كمان.